ألا كل من بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترضى لي ما وهب. فجزاك ربي بأن زادني، وسد في وجهك باب الطلب. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية حب وتقدير عبر أثير تلفزيون الشارقة في مستهل حلقة جديدة من برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. أخونا عاد من المملكة العربية السعودية كان يتساءل سؤال عن أيام الأسبوع، لماذا نقول في يوم الاثنين الاثنين وليس الاثنان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. عن الاثنين يصح أن تقال بالألف وتعامل معاملة المثنى، الاثنان يعني الاثنان ورد أصلا، هم قالوا اليوم الاثنان بعض العرب، اليوم الاثنان الاثنان بالألف معاملة المثنى، مضى الاثنان الاثنان بما فيه ورد مرفوع ورد هذا الشيء. فنستطيع يعني احنا نستطيع ان نعامل معاملة المثنى، ونستطيع ان نجعل بالالف مطلقا ونعرب اعراب ما لا ينصرف الاثنان اثنان. طبعا اذا دخلت المثنى مبدئيا دكتور فاضل، اذا مثنى ملحق بالمثنى اذا ادخلت الالف واللام عليه خلاص نجرب الكسره اصلا يعني طالما عرف خلاص نجرب يعني ويصح بالياء الاثنين يصح في كل الاحوال ايضا يصح. يعني جاء يوم الاثنين ومر يوم الاثنان ورايت يوم الاثنان يصير على لغة من يلزم المثنى النصب دائما، يعني مما أنت هو علم الآن والعلم هكذا يصح فيه، العلم فيه لغات، العلم يعني أقصد إذا سمي بالمثنى، لو سميت بالمثنى أيوة يعني أي واحد يسميه بالمثنى رجلان يعني واحد حسنين عندكم او شيء ما عليك حسنين ومحمدين مثلا عندكم انتم هذا الشيء صحيح، اي واحد نسميه بالمثنى ان حق به عده اوجه، اما ان نجعل ملحق بالمثنى نعرب اعراب المثنى او ان نجعل بالالف ونمنع من الصرف. طب نعرب اعراب المثنى يعني يرفع يعني بالالف وينصب ويجرب الياء، أو نعامله معاملة المثنى بمعنى ماذا؟ هو هذا طيب. أو نجعله بالألف دائما يعني حسنان محمدان ونمنع من الصرف لزيادة ألف ونون علم فيه زيفة صح صحيح، وإما أن نجعله بالياء مثل البحرين يعني نجعله بالياء وأيضا نعامله نمنع من الصرف يعني يجوز يوم الاثنين أو يوم الاثنان يجوز وهذا ما ورد عن العرب الاثنان والاثنين ورد هذا الشيء ورد عن العرب نعم ورد بهذا المنطق ايضا سيدي الدكتور فاضل، تتكرر في اللغه العربيه بعض الكلمات التي تبدو مترادفه مثل الصفات والسمات مثلا، فما الفرق بين وايهما ابلغ في التعبير؟ لا الصفه ام السمه؟ مو الابلغ شيء اخر لكن هناك المعنى. طيب هو الوسم اثر الكي في اللغه. الله اكبر. طبعا هذا الوسم يعني كانوا يسمون الابل وهذه يعلموها بالكي علامة حتى يفرقوا سنسمه على الكتب. هذا الأصل هذا بالكي هذا الأصل. طيب الأصل هو الـ 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 الوسم هو أثر الكي، وكان العرب يوسمون إبلهم حتى تعرف هذه من هذه، هذا هو الوسم. نعم. والسمة التعليم بعلامة الصفة لا نعت وحلية يعني ليس هنالك
السمة التعليم بعلامة. بعلامة السمة. إيجابية أو سلبية سواء كانت بالكي أو بدون الكي. هو أصل الوسم بالكي. الأصل. والسمة عموما التعليم بعلامة، تعلمه بعلامة. طب الصفة؟ لا صفة، الحلية مالته تصفه وتذكره بصفة. طويل، قصير، جميل، قبيح، عالم. فما يعني. يا صفة طبيعية فيه. صفة طبيعية أو مكتسبة يعني. أو مكتسبة. تنعته بنعت بحلية تصفه بوصفه. يعني شيء آخر. يعني هل يجوز أن يقول مثلا هذا سمة قصير؟ مو سمة. سمة طويل أو سمة. علامة، تعلم بعلامة. لابد أن يكون معلم علامة. علامة. يعني تجعل وشم بمعين، مثل كان عندنا القبائل العشائر لها علامة معينة، يعني مثل الوشم على الأنف. هذه دالة على عشيرة معينة، الوسم. أيوة يعني. هذا وسم. وسم ليست صفة، هذا وسم. جيد، بارك الله فيك. طب أخونا أحمد من عجمان يتساءل في قوله تبارك وتعالى إن الله كان غفورا رحيما، هل كان وانتهى أم مازال؟ ومثلها من الفعل كان في القرآن الكريم حضرتك. هو أصلا كان بحد ذاته فيها كلام عند النحاة، يعني فيها معاني، كان يعني فيها بحث مخصوص. كان طبعا. مش فعل؟ فعل، لكن يعني فعل له دلالات يعني خاصة. كان يعني هناك عندنا كان الاستمرارية يسموها، بمعنى لا يزال أو لم يزل، ويجعل منا كان الله غفورا رحيما. يعني لا يزال، هذا صفة مستمرة. هذا أيوة. إن الشيطان كان لكم عدوا مبينا. استمرارية. استمرارية يعني لا يزال ولم يزل ولا يزال. شيء كان فعل ماض، سواء كانت نقص أو تام. فعل ماضي لكن له دلالات. إحنا أليس فعل ماضي ناقص؟ بل منقول فعل ماضي. صحيح. وأليس تقبل يعني هذا علامات الفعل الماضي، يعني تقبل بالتاء والتاء علامات الفعل الماضي، كيف ذهبت ذهبنا، لست لسنا، وهكذا. صحيح. لكن هو الأصل فيه ليس أن يقال للحال لست مسافرا، وللمستقبل ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. يعني هنالك يعني خصائص للأفعال، أحيانا بعض الأفعال لها خصائص معينة، لها معاني معينة. فكان بحد ذاتها أصل فيها بحوث خاصة، فيها كلام عند النحاة. نعم، مجمله. يعني مثلا عندنا كان الاستمرارية، مثل ما ذكرنا، كان الله على كل شيء مقيتا، كان الله غفورا رحيما، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، معناه مستمر. مستمر. وكان الإنسان عجولا. وقد تكون للحال، بمعنى الوقت الحال الكلام. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، يعني كان والآن. الآن. وطبعا ما لي لا أرى الهدهد. صحيح. أم كان من الغائبين، ولا ماضي؟ لا، الآن. آنية. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. من كان حي؟ لا، الآن. آنية. صحيح. إذن هذه دلالة على الحال. الاستقبال، يخافون يوما كان شره مستطيرا. يبقى نقول أنه كان فعلا مطصح من حيث الإعراب بالنحو، لكن من حيث الدلالة تختلف. الزمن متغير، قد يكون الزمن هذا مضى ومضى. كان نائما واستيقظ. طيب، ربما أفهم من كلام حضرتك سيد الدكتور فضل السمرائي، هناك قرينة في الآية تدلنا على معنى معين. المعنى أيضا إذا كان مرتبط بيوم القيامة، إذا كان مرتبط بالخلائق الآن، لكن مثلا وكان الله غفورا رحيما مطلقة. صفات الله ثابتة دائما. أيوة. صفاته ثابتة. ثابتة. نعم، سبحانه وتعالى. من الاستقبال، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. بمعنى صار. تأتي. وفتحت السماء فكانت أبوابا. صار. صحيح. وسيرت الجبال فكانت سرابا. بمعنى صار. صار. تحول. تحول. فإذا كان هي يعني وفيها أمور أخرى يعني. إذا يعني لا، ليس فيها قول فصل، كل حالة بقدرها، وكل آية بما وردت فيه. نعم.
فلا ينبغي أن نعمم نقول وكان الله كذا، هو فعل ماضي وتنتهي القضية بالنسبة لا إحنا لك. إحنا من حيث الإعراب نقول فعل ماضي، لكن من حيث الدلالة ينبغي أن نوضح إعراب فقط. وهذه الدلالة مآلها إلى الآية التي وردت فيها أو الجملة أو الكلام العرب، لأن هذا يعني ليس خاصا بالقرآن. أيوة. يعني قد كان في الشعر قد كانت فراخا بيوضها. يعني البيوض كانت فراخ؟ لا. يعني صارت. صارت. طبعا. هذا الكلام. كانت فراخ. قد كانت فراخا بيوضها. فراخا بيوضها. البيوض ما كانت فراخ. كانت فراخا. ولا فراخ. صارت التحول. طبعا. صحيح. قد كانت فراخا بيوضها صحيح. وعلى نفس الغرار كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا هو السؤال أثير حقيقة في حلقة قريبة. نعم. كنتم يعني إحنا الآن ذكرنا أنها كانت تأتي للحال. قصة قبل قليل. صحيح. إذن أنتم أو قسم يقول يعني كنتم في علم الله أو بين الأمم، لكن هو أيضا من الأمور الظاهرة أنها كان قد تكون فعل ماضي تام بمعنى وجد. تام. بمعنى وجد. نعم. يعني وجدتم خير أمة. وهذا يعني مثل أخذ قوله تعالى كيف نكلم من كان في المهدي صبية. سورة مريم. سورة مريم. هو كان في المهدي صبية؟ لا ما موجود. لو هو لا يزال فأتت به قومها تحمله. الله. مو كذا؟ صح. إحنا كنا في المهدي الصبية. مو. صح. يعني هو من كان هو, يعني هو الآن في المهدي. من وجد في المهدي الصبي هو الآن بمعنى وجد تام هذا قد يعتبر أو بمعنى الحال هو يدل على الحال وهكذا صحيح وجد. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يعني وإن وجد ولا هو كان ذو عسرة والآن صار غني مو مدينه صحيح صحيح يعني وجد ذو عسرة فبمعنى وجد وقسم يقول كنتم في علم الله يعني لا تحتاج أصلا كان بحد ذاته قد تكون للحال بمعنى وجد تمام خلاص انتهي الإشكال بمعنى على غرار وإن كان ذو عسرة كيف نكلم من كان في المهدي صبية فأتت به قومها تحمله صحيح يعني من وجد إذن هو متعدد الدلالة في التركيب المستخدم فيه بارك الله فيك أخونا أحمد من مالي يتساءل في قوله تبارك وتعالى وجمع السحرة لميقات يوم معلوم وفي قوله تبارك وتعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم الفرق بين الآيتين حضرتك هي اللام يعني قد تكون للتعليل نعم هو جمع السحرة في من معانيها اللام للتعليل من معانيها طب بالمثال يتضح المقام يعني اقول جيت للاستفاده هذا ايش للاستفاده لم للتعليل التعليل وقد تاتي للنهايه انتهاء الى للانتهاء معناها الاساسي الانتهاء اما اللام فقد تاتي للانتهاء قد تاتي واحنا اضربنا قبل مثل في حلقات قريبه والكل يجري لأجل مسمى كل يجري إلى أجل مسمى والفرق بيناتهم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم تقول أنا أعددتك لهذا اليوم وهكذا نعم صحيح هي كنت هيئتك لهذا اليوم هذا لها معنى جمعناهم لهذا اليوم لغرض هذا اليوم وما فيه حتى يعني نبين حقيقة موسى سليم أعددناهم لهذا اليوم لا ذيك جمع بمعنى الانتهاء إلى يوم القيامة وقسم يقول بمعنى السوق يعني قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يعني مسوقون سوق إلى ميقات يوم معلوم يسوقون يخرجون من الأجداث سراعا يتبعون الداعي لا عوج له ثم يأتون إلى ميقات يعني إلى مكان محدد يجتمعون فيه يجمعهم فيه رب العزة منتهى الغاية منتهى الغاية إلى اللام لا تدل على هذا الانتهاء أو تدل لكن لها دلالة لا 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 طبعا لها ده واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيد والظرف يعني
للانتهاء حتى ولا من والى لام لها معاني. يعني يعني اريد ان ابحث معك، هل فيها شبه تحديد للمهمه او المسؤوليه الموقعه على عاتق الفريق يعني وجمع السحره لهذا الامر لهذا الغرض لهذا يعني. الغرض ليس المقصود انه يبقى يجمع 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 الجامع بعد، لا، وانما لغرض محدد واضح يعني. وكان لام العله، لا لام العله، مثل اعددتك لهذا اليوم. صح صحيح. إذا هنالك استخدامات محددة لأحرف الجر أو الأحرف عموما في اللغة العربية مع الدكتور فاضل، هي معاني تذكر في يعني في كتب النحو، لكن تتميز في الاستعمال غالبا، وأحيانا يكون فيها خلاف اجتهادات لأنها تحتمل يعني تحتمل أكثر من دلالة، وقد يعني حتى النحاة قد يختلفون في الدلالة لأنها تحتمل أحيانا جملة تحتمل أكثر من دلالة، يعني ذات دلالة احتمالية وأحيانا لا ذات دلالة ظاهرة يعني قطعية. قطعية نعم. هل بهذا المنطق ما يخص في حروف الجر مثلا قوله تبارك وتعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، في ولا إلى ولا ما هو؟ هذا اعتبروها من باب المجاز حقيقة، والمفروض يعني هم كما يرون يعني يقولون على الأصل يعني لأن هكذا غير يضعهم على جذوع النخل يصلبهم يعني على صحيح، لكن في جذوع يعني يثبتهم فيها يجعلها كأنها قبور لهم. الله أكبر. نعم، هم قالوا هكذا يصلبنكم يعني يثبتهم فيها ويجعل جذوع النخل كأنها قبور لهم، ليس فقط هذا يضعهم هكذا زيادة في التعذيب. ولو قال على لا على لا يؤدي هذه لا 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 هذه قطعا لا يؤدي هذا المعنى قطعا، في وكأنه داخلها يدخلون فيها كأن. يا لطيف يا لطيف. أصلب في بهذا النسق يصير يصير طبعا لا أصلبنكم في طبعا ليس مجلس. على أو إلى لا لا إلى لا أصلبنكم إلى كيف لا يصير على هو باعتبار ارتفاع عالي صحيح يرتفع إعراب قوله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. هو الإعراب أظن ليس فيه إشكال يعني في إيش بأي جار مجرور الباء حرف جر وأي جار ومجرور أي اسم مجرور بأي وهو مضاف آلاء مضاف إليه وهو مضاف ورب مضاف إليه وهو مضاف والضمير مضاف إليه ما كما 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 وتكذبان فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون والألف فاعل أفعال خمسة يعني ليس فيها إشكال يعني في يعني. جيد. أب في قوله تبارك وتعالى نوع الأسلوب ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا من باب الاستهزاء بهم وسخرية منهم سخرية. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. الله يستهزئ بهم وربنا قال الله يستهزئ بهم صحيح صحيح. فذق ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. العزيز الكريم صب فوق رأسه من عذاب الحميم يعني إيش هو؟ استهزاء سخرية. سخر الله منهم ربنا قال الله يستهزئ بهم وقال سخر الله منهم يعني. صحيح. وعلى هذا نسق قول من الحطيئة تقريبا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هو بالغ في المدح بدرجة شديدة. إذا هذا الأسلوب بيسمى أسلوب سخرية طبعا أسلوب خبري إنشائي يعني أنت تسخر من واحد تقول له مثلا أنت هو لا يعرف أن يتكلم أنت تقول له أنت أفصح من أكثم بن صيفي وأفصح من قس بن سعد هو لا يحسن يتكلم يعني سخرية واضحة شعر هو لا معنى ولا وزن ولا قافية ولا يعلم ولا لغة عربية وسوى شعر تقول له أنت أشعر من المتنبي ما هذا الشعر يعني ده أسلوب ساخر طبعا. القرآن الكريم دائما يستخدم أبناء وأولاد، ف
في اللغة العربية أيضا أبناء وأولاد، فما الفرق حضرتك بين الأبناء والأولاد؟ الأبناء جمع ابن مذكر للتذكير. نعم. يعني كيف قال يذبحون أبناءكم، يعني الذكور، ويستحيون نساءكم. تمام. الأولاد عامة للذكور والإناث. أبناء إذا وردت للذكور. الذكور طبعا. الذكور يذبحون أبناءكم، هي جمع ابن، هي ذيك جمع ولد، والولد للمذكر والأنثى. أيوة. يعني ربنا قال أموالكم، إنما أموالكم وأولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين في أولادكم. الذكر والأنثى. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يرضعن الذكور ولا الإناث؟ الاثنين. خلاص أولاد. صح. بارك الله فيك. في قول تبارك وتعالى ولما سكت عن موسى الغضب، كيف سكت الغضب عن سيدنا موسى؟ وهذا استعارة مكنية، استعارة كأن الغضب آمر ناهي يهيج موسى ويدعوه إلى الغضب ويلهبه، فكان بعدين أثبت له السكوت فسكت على طريق التخيل، استعارة. استعارة بالاستعارة مكنية. مكنية طبعا. استعارة مكنية. طبعا مكنية. يشبهه بشخص وحذف المشبه. وهذا كان يهيج وبعدين سكت هدأ موسى. إذا الغضب فاعل. طبعا. لما سكت الغضب عن طبعا موسى. طبعا. في الآية سكت. في فيها مبالغة كبيرة، يعني أنه موسى كان غضبان غضب شديد، فكأن الغضب كان يلح عليه ويهيج ويثيره. لا سبحان الله العظيم. قوله تبارك وتعالى نقرأ في القرآن الكريم ما كان قولهم وما كان قولهم، التوجيه هنا يا دكتور فاضل. هو يمكن حتى في آية واحدة هي قرأت، يعني الآية قرأت قراءتين. وما كان قولهم إلا، وما مشهورة هي على كل قراءتان متواترتان. نعم. وما كان قولهم إلا أن قالوا، بتقديم خبر كان، وأن قالوا هو اسمها مؤخر. والقراءة الثانية مصدر مؤول هذا؟ نعم مصدر مؤول. نعم. والقراءة الثانية وما كان قولهم إلا أن قالوا، قولهم راح يصير اسمها، والمصدر المؤول خبرها. إذن من حيث اللغة ليس فيها إشكال، يصير عموما من حيث اللغة طبعا يصير هذا. طيب لما وردت وما كان قولهم؟ إذن يبقى السؤال ما سبب الاختيار، أو لماذا قرأت مرتين؟ لأن فيها قراءتان. صحيح متواترتان. متواترتان. نعم. لماذا؟ يعني معنى هناك أن هنالك معنى، كل قراءة لها معنى. هذا معنى. طب نفهم. أما من حيث اللغة النحو ليس فيها إشكال أصلاً. وهذا ما قصدت، مرة تقرأ هكذا ومرة هكذا. نعم. قولهم وقولهم. ما الفرق الدلالي سيدي؟ الآن راح نأخذ يعني الرفع الأصل، يعني ما كان قولهم إلا هذا. هاي معناها. نعم. هذا ما كان قولهم إلا هذا، إلا أن قالوا، راح نجعل هذا هي التي يعني حتى يتضح، ما كان هذا إلا قولهم، ما كان قولهم إلا هذا. طيب. ما كان قولهم بالرفع راح أخذ الآن. ما كان راح يصير هذا خبر. ما كان إلا أن قالوا، أي يعني هذا خبر، ما كان قولهم. نعم. يعني إذا ما كان قولهم إلا هذا القول، مو هكذا؟ صحيح. يعني لم يقولوا غيره في هذا المقام. نعم. في هذا المقام، في مقام الحرب، لأنهم في مقام إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، في قتال هذا. في قتال، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. نعم. فما وهنوا كذا، وما كان قولهم أو قولهم عدن على القراءة. ما كان قولهم إلا هذا القول، يعني في هذا الموقف لم يقولوا شيء، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، لم يقولوا أي شيء إلا هذا ربنا القول. اغفر لنا. نعم. في هذا المكان. طيب. في هذا الحال يعني يطلبون المغفرة والتثبيت والنصر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا. طبعا في مقام الحرب ماذا يكون؟ صحيح. لا شيء إلا هذا، مو هكذا؟ نعم. إذن في هذا ما كان قولهم، أنا الآن أقول التي هي بالرفع. بالرفع. ما كان قولهم إلا هذا القول، في هذا الموقف لم يقولوا غيره. طيب.
الآن راح بالنصب، راح بالنصب، يعني ايش راح يصير؟ ما كان قولهم. لا يعني ما كان هذا إلا قولهم. راح نقدم الخبر النصب، راح نقدم الخبر، ما كانت ما كان قولهم إلا هذا. طيب الآن ما كان هذا إلا راح نقدم الخبر، كانت ما كان قولهم إلا هذا، هذا القول في الرفع، في الرفع هذا. هذا الآن إيه؟ خبر. تمام تمام. الآن راح نقدم الخبر، ايش راح يكون؟ ما كان هذا إلا قولهم ولا لا؟ صحيح، يعني ما كان قولهم إلا هذا، قولهم اسمها وهذا خبر. صح. الآن راح نقدم الخبر، راح يصير قولهم. يبقى اصلا ما كان هذا، هذا اللي هو بقى اللي الخبر، ان قالوا كذا 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 الا قوله، حتى يتوضح للسامع، حتى يتوضح. صحيح. راح يصير صراحه، ايش راح يصير؟ ما كان هذا إلا، يعني اتفق معك، معذره، احنا سنحذف الا ان قالوا ربنا كذا كذا بكلمه هذا حتى تتضح. صح صحيح. يعني اول مره ما كان قولهم الا هذا، شرحناها ولا لا؟ سليم. لم يقولوا غيره. إذا فهمت من حضرتك أنهم لم يقولوا في هذا الموقف أي شيء إلا هذا القول. هذا القول واضح. تمام. الآن راح نقدم الخبر. طيب. النصب هي. إيش راح يصير؟ راح نقدم ما هذا. ما كان هذا إلا قولهم. لم يقله أحد غيرهم، لأن هؤلاء هي الفئة المؤمنة. أوه الله، لم يقل هذا إلا هؤلاء. الله، جيد. الآن جيد. الآن صار عندنا معنيين. صحيح. المعنى الأول أنهم لم يقولوا غير هذا القول وهذا المقال وهذا الدعاء في هذا الظرف، واضح؟ واضح. والآخر لم يقل هذا القول غيرهم، إنهم وحدهم هؤلاء المؤمنون هم الذين قالوا هذا القول. سبحان الله. فصار مدح في القول والأشخاص في القراءتين. صح. مدح في القول. مدح القائل. ومدح المقول. والمقول. صح. فإذا باجتماعة القراءتين المتواترتين أصبح مدح للقائل والمقول. صح. وإثباتها مثلا ما كان قولهم. طبعا ما كان قولهم. إثباتها بهذا، هل لأنهم لم يقولوا هذا الكلام تلك الفئة المؤمنة، نفهم الدلالتين من هذه الآية؟ لا، دلالة واحدة. نفهم دلالة واحدة. واحدة. مثل ما أخي إلا هذا، ما هذا إلا أخي. والله جيد، هذه يا ليت نوضحها مرة ثانية، ما هذا إلا أخي وما أخي إلا هذا. طبعا. طيب. ما هذا إلا أخي، يعني ليس هو صديقي ولا هذا. هذا أخ. هذا أخ. طيب. ليس ما أخي إلا هذا، ليس عندي أخ غيره. أيضا فيها حصر. طبعا. مو أنت فيها حصر. فيها حصر. مو ما في الاثنتين حصر. فيها. صحيح. طب يعني معذرة استطراد جانب، هل كانت العرب غير المؤمنة حينما كانت تسمع القرآن الكريم كانت تفهم ما تفضلتم به الآن؟ هذا كلامهم هم إذا تكلموا. يعني هو يفهم ما كان قولهم وما كان قولهم، هو يفهم هذا؟ كيف لا يفهم؟ يعني ما يفهم هو ما هذا إلا أخي، ما أخي إلا هذا؟ سبحان الله. طبعا يفهم. لماذا لم يؤمنوا؟ لا، هم جحدوا بها. آمن من آمن وجحد بها من استيقنته أنفسهم ظلما وعلوا. لا إله إلا الله. مقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. صحيح. مقال فإنهم لا يكذبونك. صحيح. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أجحد. صح. هم كيف يعلمون؟ وقد هم كان إذا شاعر فاخرهم يفاخرونه ويذهبون إلى من يحكم بينهم ويقول أنا أشعر منك، حيث تقول ماذا، حيث أقول كذا، والآخر يرد بشعر. مفاخرات موجودة. طيب لماذا عند القرآن سكتوا وقد تحدهم أكثر من مرة؟ صح. لكن السمة العامة عند العرب آنذاك كلهم فصحاء أم نخبة منهم؟ لا، هم فصحاء، كلهم يتكلم بقبيلته. سبحان الله العظيم، سليقة عجيبة. طبعا عجيب. يتكلم بقبيلته. إلا الذين اختلطوا يعني بطبيعة أماكنهم بالاختلاط بالتجارة والأجانب، فقد تلين على مثل إحنا عندنا هناك، يعني إحنا بدأت تختلط الآن كلماتنا، بدأت تختلط اللي جئنا بها من أماكننا، الآن بدأنا نخلطها. صحيح. لماذا؟ لأن اختلاطنا بخلق كثير وأناس وألسنة متعددة، فحتى نفهمهم ويفهمونا لابد أن نغير من
من صح كلمات. حتى هو قال له حتى لا نجلدك يا أبا خيرة، لا نجلدك. نعم، بهذا المنطق هل لنا أن نفهم وأن بعض الأحرف يتعاور مكان بعضها البعض؟ فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ ما لماذا ما وليس من؟ هي من لذات من يعقل، للذات من هذا؟ هذا فلان. من أبوك؟ أبي فلان. من أنت؟ أنا فلان. لا أقول من، ما هذا؟ طيب، إذن من لذات العقل، لذات العقل، سواء كانت اسم استفهام أم شرط أم يعني صفة يعني نكرة موصوفة أو أي شيء كانت اسم موصول. نعم. ما تستعمل للسؤال عن ذات غير العاقل، ذات غير العاقل، مثل سواء ما هذا تقول هذا حصان، ما تأكل أكل كذا، ما تركب أركب كذا، أركب حمار، ما تركب، يعني ذات غير العاقل. ولصفات العقلاء، أو معذرة، ماذا تقصد حضرتك بكلمة ذات؟ ذات الشخص، ده كيان يعني. كيان. وما لصفات العقلاء، لصفات العقلاء، لذات غير العاقل ولصفات العقلاء. ذات غير العاقل مثل الطعام، آكل ما تأكل، أشرب ما تشرب، وهكذا. نعم. ذات هذا. طيب، وصفات العقلاء مثل ماذا؟ تقول من هذا؟ قل لك هذا خالد. ما هو؟ تاجر. ما هو؟ تسأل بقى عن الوظيفة مثلاً. عن أي صفة؟ عن الوظيفة، عن عملي، عن شاعر، وهكذا. فانكحوا لكم ما فانكحوا ما طاب لكم من النساء، عاقل أو غير عاقل، عاقل النساء، صحيح، ما طاب لكم صفاته الطيبة، فانكح لكم الطيب من النساء. أيوة، صفة. صفة. يبقى ما تستخدم لذات غير العاقل ولصفات العقلاء. العقلاء طبعا ذات غير العاقل وصفاتهم، ما لونه أسود كذا، ما هتقال في البقرة ما هي، ما لونها، ما كذا، لذات غير العاقل ولصفاتهم ولصفات العقلاء. ونفس وما سواها، من سواها؟ الله. ما يوم بمعنى الذي، لا، مهما كانت، مهما كانت، مهما كانت الذي أو مهما كانت، هي ما وهي سواء كانت الذي أو غير الذي إساية، هي هذا دلالتها. صحيح، هذا تعرفوها. ما لذات غير العاقل ولصفات العقلاء. ونفس وما سواها فألهمها، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى. من الخالق؟ الله. قال وما خلق الذكر. ما كذا؟ نعم. إذن هي ما قد تكون لصفات العقلاء، زين، ثم قد تكون السؤال عن حقيقة الشيء، يعني تسأل عن حقيقته. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ يسأل عن حقيقته، ما هو؟ فرعون ايش قال؟ قال وما رب العالمين؟ يتساءل عن الحقيقة. نعم. وقد لا 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 يؤخذ المعنى هنا معذرة على الاستنكار أو الجحود. لا 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 لا، ليس يسأل عن حقيقته. يعني هذا سؤال لغة ويسأل عن حقيقة. طبعا. ما هو ما هو؟ زين. وقد يؤتى بها للتفخيم والتعظيم. بمعنى مثل ماذا؟ القارعة. ما القارعة؟ ما هنا بمعنى طبعاً التفخيم والتعظيم. طبعا. وما أدراك ما القارعة؟ زيد ما زيد؟ إيش، ماذا تعرف عن زيد أنت؟ تعظمه. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ إيش هم؟ تعظيم. تعظيم طبعا، التفخيم والتعظيم، سواء كان فيما هو مخوف أو فيما هو خير. عائشة قالت أبي وما أبيه،
ذاك والله فرع مديد وطود منيث. فلان ما فلان، هذا يؤتى بها التفخيم والتعظيم. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، تعظيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، ليش تعرف؟ ماذا تعرف عن حقيقتهم أنت؟ فإذا هذه ما صح. وبهذا فأصحاب الميمنة ما أصحاب طبعا كلها أيضا ما وأصحاب الميمنة ونفس الشيء ونفس الشيء التعظيم في الخير أو في غير ذلك، نعم، في السوء فيما يصيبهم من السوء. الله أكبر. ربنا ما قال العذاب عظيم؟ صحيح. ما قال الفوز عظيم؟ صح. ما قال ذلك الفوز العظيم؟ صح. ما قال عذاب عظيم؟ عذاب عظيم. هو نفسه الصفة مو عظمة؟ صح. مو للخوف ولا للعذاب وللفوز؟ نعم. هو نفس الشيء هذا. صحيح. نفس الشيء. إذا حتى نقول مثلا استخدامات ما في اللغة، لابد أن نستقرئ أو أن نستجمع معظم الأساليب التي وردت فيها ثم نستخلص الدلالات. كيف لا؟ هو هذا النحاة ذكروا هذه المعاني. سبحان الله. طبعا ذكروها. يعني حضرتك الآن تجمع مثلا كل آية القرآن الكريم وتنظر في كل آية مستنبطا دلالة خاصة بها؟ أنا قد أفعل هذا، لكن هذا مذكور في كتب النحو والبلاغة والمعاني، مذكور هذا الأمر. الاستخدامات والمعاني والدلالات وكذا. بهذا المنطق نفهم قواعد اللغة العربية ونفهم التراكيب، وكيف نفهم قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، معناها أمة وسطا. وسطا معناه خيارا أو عدولا، هذا الوسط. مش وسط المنتصف يعني؟ لا، بين الإفراط والتفريط. بين الإفراط والتفريط راح يكون خيار وعدول. لما تقول هو من أوسطهم، هو من أوسطهم حسب يعني من خيارنا. لما ذكر عن سؤال أبو سفيان عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال هو من أوسطهم. نعم. فيعني من خيارنا وأحسننا. وأحسننا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا وعدولا، وبين الإفراط والتفريط. هذا المقصود بالوسطية، معنى الوسطية. في قوله تبارك وتعالى ثم استوى على العرش، قبل الخلق وخلق السماوات والأرض حضرتك كان الاستواء أم بعد الخلق أم ماذا؟ هي ثم يعني في غالب معناها تكون الترتيب والتراخي في غالب معناها، لكن هي لا يعني لا تنحصر بهذا المعنى. قد تكون ثم للتفاوت بالرتبة. نعم. قد تكون للتفاوت بالرتبة. ثم. يعني هي ليست دائما. تكون للترتيب والتراخي. أضرب لك مثل. تفضل. يعني ما بعدها أكبر وأعظم مما قبلها. ما بعدها. طيب. في رتبته. نعم. ما حتى النحات ضربونا مثلا اذكره وبعدين اذكر من القران. طيب تفضل. قال اعجبني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت امس اعجب. وهذا ما صنعت اليوم قبله ولا بعده؟ بعد. ما صنعت امس؟ لا قبل. قبله طبعا. مستعمل ثم؟ صحيح. ثم المفروض يكون للترتيب والتراخي يعني بعده. ايوه صح. هو استعملها لما قبلها، لان هو ليس المقصود الترتيب الزمني، وانما الترتيب في الذكر والمنزله والرتبه والمرتبه. ليس الزمن، وان كان الزمن واردا في بعض الجمل. هو الاصل فيها، الاصل فيها للترتيب والتراخي والمهله. نعم. لكن هي ليست منحصره في هذا الشيء. قد تكون هي للترتيب الذكري لقصد يعني التفاوت في الرتبة والمنزلة. أضرب لك مثل من القرآن. طيب. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. نكمل. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا. أي الأكبر؟ ما بعد ثم. وهكذا. صحيح. يعني رتبة. أيوة. يعني هو هذا أكبر ولا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذا ما بعده. وهكذا. صحيح. فإذا تفاوت بالرتبة هذا يسمى. نعم.
راح يكون يعني أعلى هذا الشيء. ثم استوى على العرش، ليس تفاوت هذا بالرتبة، هذا أكبر من هذا، أكبر من خلق السماوات وما في الأرض على العرش. إذن ليس هو كما يظن السائل أن راح يكون بعده، لا، وإنما رتبته أعلى. المقصود هنا التفاوت بالرتبة. فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. بعدين الله عرف شهيد يعني بالزمن، بعدين الله رب سبحانه وتعالى عالم شهيد دائما. إذن هذا الآن تفيد أن ما بعدها هو أكبر مما قبلها، سموا تفاوت بالرتبة. أعجبني ما صنعت اليوم، هذا مثال النحاة. أعجبني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب. التفاوت في الرتبة، في الرتبة، وإن كان قبل في الزمن. هذا على يعني مثلا هذا مخالف لما أقول مثلا دخل محمد ثم أحمد ثم ذيك، هذا يقول الترتيب والتعقيب. إيه الترتيب والتراخي، التراخي. حتى في الفاء قد تكون الترتيب الذكري، للترتيب الذكر فقط. للذكر، وليس يعني الترتيب والتعقيب كما ذكرت. يعني ليس مثل جاء أحمد فخالد، لا، أحيانا يعني هذا. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، مو كذا؟ فجأة، صحيح، فجاءها بأس. زين، هو بعد الإهلاك جاءها البأس؟ أول مرة جاء البأس ثم صار الإهلاك. جاء البأس ثم الإهلاك، لكن ربنا ماذا قال؟ قدم الإهلاك. صح، هذا يسمى، هذا يسمى الترتيب الذكري. الذكري، نعم، ذكري، ترتيب الذكري. توضأ رسول الله فغسل يديه ورجليه، توضأ فغسل. زين، هو الوضوء متى يكون غير؟ هو غسل كذا بعد غسل حتى يصير وضوء. صحيح، يعني صحيح. بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. فاصل قصير ونواصل مع حضرتك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم لأستاذنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي في لمسات بيانية. بعد هذا الفاصل، فاصل نتواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه، ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مره اخرى دكتور فاضل. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ انا دكتوره منى من دبي. يا مرحبا دكتوره منى. اهلا وسهلا دكتوره منى. انا يبقى الحقيقه انا جايه من القاهره يا استاذ محمد، وعندي شكاوي كتير جدا من مصر ليك، زعلانين قوي قوي. مش واخد بالك ان احنا من رمضان ما فيش مكالمه واحده جات لك من القاهره؟ صحيح. فلازم تاخد بالك مننا شويه. انا اضطريت اجي دبي بقى عشان اكلمكم، ما كانش في وسيله غير كده. لا حضرتك يعني زميلنا بالاستوديو ياخد تليفون حضرتك، نحن ناتي لحضرتك اينما كنت. ربنا يخليك. واحنا احنا الحقيقه يعني احنا بنحب نتكلم معاكم، واي سؤال بيجي ده بالنسبه لنا ذخر، والحقيقه ربنا ما يحرمناش منكم ابدا. ولا من حضرتك يا دكتور. كل سنه وانتم طيبين. انا عندي طبعا اسئله كثيره، مش هيكفي البرنامج النهارده، كان هنقول جزء. لا انا ممكن اخد اسئلتك حضرتك، بس سيبي رقم حضرتك بالماستر كنترول وناخد الاسئله كلها ونعرضها في الحلقه القادمه. يا ريت ان شاء الله. انا بس ارجوك يا استاذ محمد، انا حقيقي بقولك من القاهره فعلا احنا زعلانين ومتضايقين جدا، مش عارفين نوصل لك ابدا. فرجاء ان تاخد بالك شويه من التليفون لمصر الحقيقي. حاضر حاضر. ممكن بقى توصلني بالكنترول عشان اديله لمرتي؟ باذن الله تعالى. هو ياخذ رقم حضرتك الان ان شاء الله رب العالمين. ماشي يا فندم، اشكرك. اتفضل يا فندم. وحضرتك طيبه يا فندم، ربنا يكرمك. بارك الله فيك، اتفضل يا فندم، الله يسلمك. اتصل لها اخر. السلام عليكم. اخونا شهاب من الشارقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا استاذ محمد؟ الله يرضى عليك يا شهاب. السؤال سريعا كده عشان ما نضيعش وقتكم بس. اتفضل. الدلاله البلاغيه لذيك، احنا نعلم ان العرب كانوا يعني ايه يستحون من ذكر اسماء نسائهم. من ذكر ماذا؟ اسم المراه، يعني عندما انادي زوجاتي فاقول ام فلان او انادي عليها امام الرجال يعني. فالدلاله البلاغيه لذكر اسم مريم
يا عيسى ابن مريم، يعني الاسم الوحيد للمرأة الذي ذكر في القرآن هو اسم السيدة مريم. حاضر، هذا واحد. نعم. هناك سؤال آخر. طبعا اتفضل سيدي. لما عرف إخوة يوسف يوسف عليه السلام فقالوا إيه؟ استغفر لنا، فقال لا تثريب عليكم اليوم. نعم. فلما ذهبوا إلى أبيهم ماذا قال لهم؟ قال سوف أستغفر لكم إيه؟ ربي. ربي. فالدلالة البلاغية بين سرعة استغفار يوسف عليه السلام ويعني كلمة سوف عند سيدنا يعقوب عليه السلام. حاضر، الدلالة البلاغية هنا وهنا. نعم نعم. طيب حاضر، جزاكم الله خير. وجزاك خير مثله. إلى اليمن أخونا أبو سلطان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي. وكل سنة وأنتم طيبين. بارك الله فيك وأنت طيب. من العايدين، حيك ونحيي الدكتور. حياك الله وبياك. الله يسلمك. تفضل سيدي. لي سؤال واحد. تفضل. مع الدكتور. وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم. وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم. دكتور مشكور جدا جدا على توضيحات في تفسير أو في تبيان بعض الكلمات المتشابهة في القرآن. يعني أنت تطلب اللمسات البيانية في قوله واسع كرسيه. واسع كرسيه السماوات. حاضر حاضر سيدي حاضر. يا الله يعطيكم العافية وإياك إن شاء الله، حفظك الله ورعاك. أخونا عارف من سلطنة عمان، السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا سيدي. كيف حال أستاذ محمد؟ الله يرضى عليك، رضي الله عنك وأرضاك، الحمد لله. دكتور دكتور سمرائي كيف الحال؟ الله يحفظك ويباركك، الحمد لله. بالنسبة في آية في سورة الحج، وأذن في الناس بالحج يأتيك من كل يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتيك من كل فج عميق. كل فج عميق. نعم نعم. اللمسة البيانية في كل فج عميق شاء الله. يعني طبعا من مكان بعيد. نعم. بالذات فج عميق. أيضا في معنى كلمات أيهما أكثر بلاغة، يعني الأعلى أم العلي. حاضر. وكذلك الفرق، وكذلك الفرق بين ثم وثم. ثم وثم ممكن نجاوبها لأنها سؤال نحوي. حاضر. نجاوب نعم. الآن شكرا. ثم حرف، ثم حرف وثم اسم ظرف. ثم حرف، حرف عطف، وثم بمعنى ثم هناك. اسم معنى هناك. وإذا رأيت ثم الآن الغلط اللي شاع مؤخرا من ثم، من ثم هذا غلط. لا يجوز، ما يصير ندخل من حرف جر على ثم. هي أيوة. من ثم، من ثم، لكن الآن هذا مشى من زمن ليس بعيدا. يعني من ثم كذا، من ثم، من ثم هذا واتسع. ثم اسم بمعنى هناك. نعم. وإذا صح. رأيت ثم رأيت، ثم حرف عطف. ما يصير ندخل عليه حرف جر. سليم هذا سليم. على السريع والباقي يعني يأتي بإذن الله تبارك وتعالى. إلى الأردن أخونا إياد، السلام عليكم. ألو إياد من الأردن. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سيدي. سلامات، كل عام وأنتم بخير. بارك الله فيك، تقبل الله منا. والله إني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وبعدين والله من زمان وأنا متابع برنامج حضرتك من أيام الدكتور عمر عكافي. ما شاء الله. أحب الأخت سلوم فيش اتصال. وسلام كثير للدكتور اللي أنا ملقبه بسي زاوية هذا العصر والله. ما شاء الله ما شاء الله. الدكتور السام الرائي. ما شاء الله يستحق. جزاكم الله خيرا على البرنامج، ودائما برامج الشارقة. الله يرضى عليك. من البرامج الشيقة جدا. حفظك الله ورعاك. سؤال لحضرة الدكتور من فضله. نعم. الآية الكريمة إن رحمة الله قريبا من المحسنين. فجاءت كلمة رحمة بالمؤنث وقريب بالمذكر. البلاغة من ذلك. وجزاكم الله كل خير. حاضر، بارك الله فيك. إلى السعودية أخونا محمد، السلام عليكم. ألو السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاكر ومقدر لكم البرنامج المفيد جدا لنا، ونشكر الدكتور فضل السام الرائي. بارك الله فيك يا سيدي. أنا عندي استفسار هنا في سورة المؤمنون الآية رقم
87. نعم. يقول الله عز وجل في الآية 86: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. الآية 87 سيقولون. فالإجابة هو كل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون الله، لكن الآية هنا سيقولون لله. وشاكر ومقدر لكم. بارك الله فيك. وليس يقولون الله. تمام. أخونا أحمد من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الدكتور لو سمحت. تفضل حضرتك. مع حضرتك يا فندم. في سورة يوسف تقول امرأة العزيز ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. النون الأولى كانت مشددة توكيد مرتين، يعني النون مشددة، والنون الثانية كانت مخففة. حاضر، بارك الله. السؤال الثاني. تفضل. في سورة مريم يقول تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الحديث هنا بصيغة الجمع نورث، أنا أفهم أنه عن الله عز وجل. الآية اللي بعدها مباشرة وما نتنزل إلا بأمر ربك، ما المقصود ما نتنزل؟ الملائكة. لماذا لم يقول وما يتنزل الملائكة مثلا، أو لماذا لم يقول وما يتنزل الملائكة؟ طيب. حاضر. شكرا. أخونا نور الدين من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك سيدي. سيدي الفاضل، عندي سؤال إن شاء الله بسرعة بإذن الله. تفضل. ممكن سؤال كان أعطي من قبل، ولكن السؤال هو كالتالي سيدي. في سورة يوسف. نعم. ما الذي جعل سيدنا يوسف عليه السلام عندما كبر؟ يعني لا، معذرة ما سمعتك أخي نور، معذرة. سيدي. نعم. ما الدلالة في سورة يوسف؟ لماذا عندما كبر سيدنا يوسف وكان يعني أمور ما تغيرت ما شاء الله، وكان مسؤول كبير في الدولة يعني. ما الذي سبب اللي خلاه ما يرجع إلى أهله؟ يعني بحكم أنه غريزة الإنسان عندما الأمور استويت وما في مشكلة، يعني كان يقدر يروح القريته ويشوف أبوه بحكم أنه مدة طويلة ما شافه. هل لأنه الرؤية تقول أن اللي شافها أنه يمشي حسب الرؤية مثل ما شافها هو قبل، أو في أسباب تانية؟ الله يحفظك. حاضر. سؤالي واضح إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. الله يحفظك. بارك الله فيك. أخونا محمد من السودان، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا محمد، مرحبا. بسأل من الآية اللي بتقول إن الله لرادك لمعاد. معاد. نعم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك لمعاد. إلى معاد. نعم. 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 ما فيها؟ أدي بس سؤال. السؤال ماذا؟ اللمسة البانية. بارك الله فيك، شكرا لك، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لك دكتور فاضل على هذا اللقاء، بارك الله فيك ونفع الله بك وزادك علما على علم إن شاء الله. بارك الله. شكرا لك، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، في النهاية أشكر حضراتكم وأشكر بسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم. هذه أرق أمنيات وأطر تحيات، مصطفى ضاضة ومحدثكم محمد خالد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى.